قل لي أتكتمل الحفلة إن لم يغني أحد فيها؟ ها إن يسوع يعزف، ألا يجب عليك الترنيم؟ إذا كان اللحن حزينا سترنم نشيدا لغربتي، أما إذا كان فرحا فستنشد نغمات الوطني. تعيشه من أحداث ومشاكل الحياة كلها ليست سوى صدى بعيد لن تلمس النار الصغيرة. ليسوع وحده الحق بوضع أصابعه عليها، ونحن آلات موسيقية وبيده يقود كل شيء. أنشد واجعل حياتك ترنيمة موسيقية، يسوع بقربك فأنت للدوام كنارته الصغيرة.